انت عندك حق، ما كانش ينفع اتكلم عن البيت ولا ألمح عن مين اللي فتح الاثار اللي فيه. بس ازاي هما مش خايفين كده؟ هما عارفين ان احنا ممكن نتكلم ونقول اللي عندنا. هما لازم يقلبوا الترابيزه عليكي ويلبسوها لك، بس الاستاذ هيثم بيحاول ان هو يخرجك بضمان محل اقامتك، وانا بقى احاول اروح اقعد مع برديس واقنعها انها تيجي وتعترف. هو انا مش عايز احبطكم، بس اعتراف برديس لوحده مش كفايه، مش هيحل حاجه، هو بس هيفتح عليهم الباب اكتر. لكن بالنسبه للاستاذه قضيتها هتفضل زي ما هي، وخاصه ان القطعه كانت موجوده في الدولاب عندها ومفيش اي ادله تربطهم بده خالص. وطبعا هم اكيد هياخدوا برضه خطوات علشان يبعدوا عنهم اي شبهه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لغايه دلوقتي للاسف مفيش اي دليل قاطع ضدهم. هو ايه مفيش اي دليل قاطع؟ طب البيت، برديس، التمثال، طب اسالوا ياسمين، انا متاكده ان هي اللي حطت التمثال. يا نور اهدي اهدي بس، مش كده؟ انت مش فاهم هو بيقول ايه؟ معنى كلامه ان انا مش هخرج من هنا. لا لا لا، انا ما قلتش كده، مش ده اللي اقصده. انا كل قصدي ان الموضوع ممكن يطول شويه. يوسف لو سمحت كلم ماما وطمنها، قول لها ان الموضوع هيتحل. حاضر، انا كنت هعمل كده والله من غير ما تقولي. ان شاء الله خير يا نور، كله هيتحل يا رب. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.